شو طمني ساعتها بغرفة العمليات. أنا بس بدي أفهم ليش عملت هيك بحالها. هذا السؤال لازم تسأليه للميا. لميا؟ شو دخل لميا؟ ما كانت عندها بالبيت قبل ما تحاول تنتحر. يوه يوه، وين غرفة العمليات؟ من هون هيك على اليمين. تعي لنشوف. يا ربي يا ربي، أنا شو عملت ليصير فيني هيك؟ شو عملت يا ربي؟ شو عملت ليصير فيني هيك؟ أنا شو ذنبي؟ طولي بالك يا أمي، طولي بالك، أنت مالك علاقة، بس أنت الله يصلحك ويهديكي. لك ليش حكيتي لهيفاء؟ حنفتني وحكيت لها. أنا شو بيعرفني بدها تموت حالها؟ شو بيعرفني؟ طولي بالك، طولي بالك يا أمي، طولي بالك، الله يشفيها ويعافيها، طولي بالك يا عمي. يا رب تموتني وردة. بعيد الشر، بعيد الشر عنك يا أمي، بعيد الشر. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. صح.